صباح الفل. صباح الجمال. ايه الاخبار؟ كله تمام. احنا حلاوه الدنيا اسم الاغنيه. صور لك كليب. صور لك كليب ان شاء الله. فيديو كليب مع مين؟ مع المخرج نبيل الكاوي، صاحبي وحبيبي طبعا واخويا، وهياكل الدنيا اللي جايه دي كلها ان شاء الله. يا رب. رقم واحد. وهي كلام احمد جادو ولحني طبعا كريم محسن وتغذية محمد شفيق. يعني ايه الحياة النهاردة؟ حاسس ايه الكلام؟ مبسوط جدا طبعا، عشان اولا بعمل حاجة انا بحبها. ماشي يا استاذ. اي واحد مطرب يعني او فنان بيبقى عنده طموح عايز يحققه، فانا يعني النهاردة ان شاء الله نعمل حاجة مختلفة وحاجة حلوة. معانا موديل من انجلترا، من انجلند اسمها انجلند. يعني عاملين جو حلو وعاملين فكرة جديدة ان شاء الله تطلع حلوة وتعجب الناس. حاجة سيمبل يعني، مش حاجة صعبة. حلاوة الدنيا واحد فرحان مع حبيبته ان هما بقوا مع بعض في حلاوة الدنيا، وماشيين بيروحوا في كل حتة، وبيروحوا عند البحر، بيروحوا معرفش فين، بيروحوا فين. مش عايز احرق الدنيا تتفرجوا، بس في حاجات حلوة قوي. طب اسألك سؤال بقى، اتعرفت على نبيل ازاي واشمعنى نبيل وكده يعني؟ لا اتعرفت عليه من هو انا الحقيقة كنت عايز اعمل فيديو كليب. في ناس كتير شغالة وكده، بس انا كنت لسه مقررتش مين هشتغل معاه او الكليب هيبقى مع مين. فليا محمد نور طبعا نجم فريق واما، وهو صاحبي جدا وراجل يعني اخويا يعني. فكنا في مره كده بيوريني زي برومو على الموبايل عنده، بقول له ايه ده؟ قال لي انت ايه ده؟ ايه ده وريني كده برومو ليه هو؟ فقال لي ده، قلت له ده كليب؟ قال لي ده برومو. قلت له انت مصور ازاي؟ قلت لي ده واحد اسمه نبيل مكاوي صاحبي وكده. قلت له نبيل مكاوي انا ما سمعتش اسمه قبل كده، بس يعني اذا عرفته منين او كده. قال لي بص حاجه تخد يعني. قعد يشكر لي فيه كتير قوي بصراحه. هو يعني شغله بيتكلم عنه، انا مش بقول كده عشان نبيل انا بشتغل معاه دلوقتي. الصوره هي اللي كانت بتتكلم عنه. مع الموضوع كان سيمبل جدا، ما فيهوش اي صعوبه، بس الموضوع كان طالع حلو قوي، حاجه تحفه. ان شاء الله الاغنيه كمان بتاعت محمد نور تنزل قريب، يعني مع نفسي تقريبا. اغنيه حلوه قوي. بس فانا اتبسطت جدا، قلت له انا عايز رقم نبيل ده، عايز اكلمه. فسبحان الله في نفس اليوم كنت رايح قاعد في كافيه انا ومحمد نور، لقيت نبيل جاي وقعدنا واتكلمنا ومشي الموضوع. فيعني بص انا بتفائل بالحاجات اللي بتيجي لوحدها كده من عند ربنا، بالصدف كده. من عند ربنا. بس فالحمد لله الموضوع حلو قوي، وانا مبسوط بالناس اللي معايا جدا، اسامي وباسم وكل الناس اللي في اللوكيشن. مش عايز اسامي، معايا هاني المساعد بتاعي، معايا ناس كتير قوي، طارق كوفير وعلي خليل كوفير برضه المخرج بتاعي. يعني معانا كذا حد، معانا والله. انا عايز اقول لك على حاجه بقى، كل الناس دي مبسوطه عشان هي معاك. انا سعيد جدا يعني بصراحه، والتعامل ده والتعامل بينا ان شاء الله ما يبقاش اخر تعامل، باذن الله نعمل حاجه كويسه عشان احنا نروح نعمل ميكنج في الحاجات دي ان شاء الله. طب اغنيه بقى للحياه كده، ناخد الاغنيه بتاعتنا. ماشي. حبيبي معاك احلوت الدنيا، ليه قلبك ده في ثانيه علقني بيه، امان عليك تفضل هنا جنبي، لو يمتي لي قلبي ما يهونش عليك. حبيبي معاك احلوت الدنيا.